مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره تانية معانا على شاشه تين تي في، وهذه التغطيه المستمره مع حضراتكم لليوم الثاني على التوالي للحديثين الالمين اللي اصابوا المجتمع المصري بالامس. طبعا حادث طنطا كنيسه ماري جرجس، والحادث في الاسكندريه الكنيسه المرقصيه هناك. والحمد لله رب العالمين نجا بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقصيه من حادث التفجير في الإسكندرية، وفي نفس الوقت أيضا نجا الأنبا بولا بالأمس من حادث التفجير في كنيسة ماري جرجس في طنطا. طبعا العديد والعديد العشرات من الضحايا والشهداء نحتسبهم عند الله تعالى من الشهداء، ربنا يرحمهم جميعا ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويلهم المجتمع المصري التماسك في هذه الأوقات الصعبة الآليمة، لأن يعني الإرهاب غادر بيستغل أي ثغرة في المجتمع المصري ويضرب ضربة يعني خاطفة وبيجري. فالحمد لله رب العالمين نحن متماسكين، تعود مصر مرة تانية دولة آمنة زي ما ذكرها القرآن الكريم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اسمحوا لي أرحب بضيف كريم بيشرفني دايما أن يكون معايا في الاستوديو، ضيف الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ يسر البدري. يا أهلا وسهلا. أهلا بك، شرف لي. أشكرك. شرف لكل تأكيد. أهلا بك. استمعت وشفت امبارح خطاب الرئيس؟ بالفعل. رأيك في الخطاب و يعني نقاط عديدة بالنسبة للخطاب، وجه خطاب للإعلام، وجه خطاب للأزهر الشريف وتجديد الخطاب الديني مرة تانية، ووجه خطاب للأمن تجديد الإجراءات الأمنية، ورابعا وجه خطاب لدول العالم بخصوص الدول التي ترعى الإرهاب. أولا خلينا نقول خالص تعزينا لأسر الشهداء اللي صعدت أرواحهم للسماء بالأمس ما بين كنيستي ماري جرجس بطنطا وكنيسة المرقصية بالإسكندرية. خطاب الرئيس امبارح يعني الناس قريته أنه هو الراجل كان منفعل للغاية، عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني ناقش فيه كل تداعيات هذا الحادث الإرهابي بعد ما أجرى اتصالات كثيفة منذ الصباح. الحادث وقع 9:05 صباحا في طنطا، في اسكندرية 12:25، يعني احنا بنتكلم في توقيتات متزامنة، كان على اتصالات مختلفة بكل مسؤولين الدولة تابع فيها تداعيات الحادث وازاي الحصيلة المبدئية، وتحدث إلى قداسة البابا توادروس في اتصال هاتفي، بعدها دعا لاجتماع مجلس الدفاع الوطني. رسائل واضحة وصريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بالأمس. يعني لو بدأنا بالإعلام، الرئيس كان عاتب جدا وكان غاضب على الإعلام على تكرار مشاهد اللي التلفزيونات بدأت تعرضها منذ اللحظات الأولى وتسابقت فيها، كان عاتب على هذه. هي الصورة مؤلمة وصعبة والعدد كبير في الضحايا. الرئيس برضو كان عاتب على التناول بقصة الإعلاميين وقصة مقدمي برامج التوك شو، كان عاتب على قصة التناول ان احنا لغاية دلوقتي عندنا البيانات الرسمية بيانات مقتضبة للغاية صدرت سواء من مجلس الوزراء، من وزارة الصحة، من وزارة الداخلية، من المسؤولين الرسميين. ما عندناش رواية رسمية حتى هذه اللحظة. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الانتحاري ده دخل ازاي ماري جرجس؟ لكن لما أنا أتكلم على معلومات مؤكدة على لسان محافظ الغربية يقول إنه فرغ كاميرتين من الكاميرات اللي موجودة في الكنيسة بنفسه، وشاف إن هناك شخص يرتدي جاكيت وكاب حاول الدخول من البوابات ودخل بالفعل، وفي 3 ثواني كان في الصفوف الأمامية، وده اللي يفسر لي إنه عدد الضحايا من الشمامسة كتير في حادث ماري جرجس في طنطا. فلما قعد في الصفوف الأمامية بعد بمجرد جلوسه حصل التفجير. إذن هناك خلل ما سمح بدخول هذا الانتحاري سواء من البوابات أو من بوابة جانبية. البوابات أقصد بها البوابات الإلكترونية اللي احنا هرينا الإعلام وهرينا الدنيا بيها تشديدات عقب تفجير كنيسة البطرسية. وطالما جبت سيرة كنيسة البطرسية أنا هعمل مقارنة بين البطرسية وماري جرجس وبين طنطا. الاثنين صورة كربونية مباشرة بالاثنين. الفرق الوحيد بين الاثنين إن دي حصلت في ديسمبر ودي حصلت في أبريل. ده الفرق الوحيد. المدة الزمنية بينهم 4 شهور. انتحاري، ودي قبل عيد الميلاد، ودي قبل عيد القيامة، ودي في صلاة أحد الشعانين، يعني في قداس. يعني بعض شهود العيان وبعض المصابين اللي اتكلمنا معاهم ووسائل الإعلام اتكلمت معاهم قال إنه الانتحاري ده كان بيستهدف الأنبا بولا
انه في مقعد بيقعد عليه الانبا بولا بيبدا فيه الصلاه. يعني ساتر ربنا ان هو كان موجود في الصنطه جنب طنطا. يعني ساتر ربنا يعني جدول فقط القداس اختلف ان هو هيجي ماري جرجس بالليل مش بالنهار. تمام. فاحنا إذن الذي يخطط والذي يدبر والذي يوفر دعما لوجستيا موجود بدليل انه هو عامل تخطيط عارف ان الانبا بولا هيبقى موجود في كنيسه الماري جرجس، وعامل تخطيط انه قداسه البابا موجود في المرقصية. في قداس المرقصيه، فعمل ترتيب منظم واعد العده ونفذ الحدثين. بس ستر ربنا انه العدد كبير، يعني حتى لو شهيد واحد في الحديثين غالي علينا كلنا بالتاكيد، يعني على اساس انه، وحتى النهارده في الجنازات احنا النهارده شفنا جنازات جماعيه ل 11 من الاسكندريه من احد الكنائس في اسكندريه، وشفنا مساجد بتودع ابنائها النهارده في الحادث، شفنا بطوله اقول عليها يعني من وجهه نظري للمقدم عماد الركايبي. عماد الركايبي والسته اللي معاه اذا كنا بنتكلم على نجوى العميده نجوى، النجار، بنتكلم على اسماء صبحي. بنتكلم على محمد صبحي، بنتكلم على الناس دول. حتى النهارده الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي ده اللي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم عليه، يقول لك يعني احنا ما شفناش في الفيديو الضابط وقف الراجل. هو الضابط فرقه ايه عن امين الشرطه؟ ما الضابط كان موجود، العميده نجوى كانت موجوده، وهو امين الشرطه محمد بيرجع الانتحاري ده. ولما دخل حتى الفيديوهات لما دخل من البوابه فبدات الصفاره تضرب، فراح راجع وراح مفجر نفسه. فكانت العميده نجوى واسماء رقيب الشرطه موجودين اقرب اتنين، وعماد الركايبي في الفيديو اللي اعلنته وزاره الداخليه النهارده او افرجت عنه امبارح بالليل اثناء تفقد مدير امن الاسكندريه لمحيط الكنيسه اللي حصل فيها التفجير، شايفين المقدم عماد الركايبي موجود على البوابه الرئيسيه، وحضراتكم بتعرضوا الفيديو اهو. طيب. يعني موجود، والسهم بيشير اليه ان هو كان موجود اثناء اجراءات التامين على البوابه الرئيسيه. يعني احنا بنقول انه في ضباط بيعملوا بطولات، لكن لما يبقى في خلل نقول انه في خلل. استاذ كمال، لما احنا حصل التفجير البطرسي قامت الدنيا ولم تقعد على إجراءات تأمين الكنائس، وفي ضوء معلومات المتواضعة كان هناك إجراء تحقيق عما حدث في البطرسية، وحدث اجتماعات مع وزير الداخلية ومساعديه، وحصل تعميمات وتنسيق مع الكنائس عشان ما نخشش في سكة الأمن، أمن تبع الداخلية ولا أمن كشافة تبع الكنيسة، وحصل اتفاق على تأمين كافة كنائس مصر. أنا السؤال اللي بسأله هنا، وده عشان فعلاً التكاتف، وان احنا بنحب البلد دي وعايزين البلد دي الارهاب ما يضربهاش مره تانية، هل حصل اجتماعات في وزاره الداخليه للتنسيق لتامين احتفالات الاخوه الاقباط في اسبوع الالام؟ حصل، بدليل ان مدير امن الاسكندريه كان موجود بيمر على الكنائس. طب ما حصلش ليه في الغربيه؟ ما حصلش في الغربيه؟ ما حصلش ليه في الغربيه؟ ما احنا شفنا الانتحاري دخل. بس خلي بالك ان مدير امن اسكندريه بيمر بعد الحادث بتاع طنطا، يعني قبل التفجير، قبل 9 صباحا، قبل 9 صباحا الراجل بيمر قبل التفجير بيلقن ضباطه ويديهم تعليمات ويقول لهم خلوا بالكم احنا في ايام، يعني ده التلقين المعتاد، ده يشكر عليه، لكن بحكم او ده واجبه بالتاكيد ويشكر عليه برضه، ولكن لو كان بعد تفجير طنطا فدي الامور الاعتياديه اللي هو تشديد الاجراء. لا بص، احنا فكره ان احنا نشتغل رد فعل دي لا. انا في ضوء معلوماتي ان هذا المرور كان اثناء بدايه قداسات احد الشعانين، يعني الصبح بيمر، وده احنا اعتدناه يعني بحكم متابعتنا للعمل ان مدير الامن ينزل ينشط القوات يلقن القوات خاصه عند اكبر كنيسه. خلي بالكم احنا في ايام اعياد ومش عايزين حد يعكر الصف، وده اللي حتى النهارده زمايلنا في صحف تانية لما اجروا لقاءات مع اسره الشهيده نجوى الحجار في اسكندريه قالوا انه احد الناس المصابين قال ان هي كانت حريصه ان هي تبقى موجوده في الصفوف الاولى بصفتها ان هي اكبر رتبه موجوده وبتلقن القوات، وكانت بتستقبل المصلين وتقول لهم عيدكم عيدنا. يعني الشهيده النهارده احنا بنتكلم على مجهود اتعمل في الاسكندريه ما نقدرش نغفله. طيب اللي حصل في طنطا او اللي حصل في اسكندريه ليه ما حصلش في طنطا؟ هل في تقصير؟ لو في تقصير اعتقد ان وزاره الداخليه هتطلع تقول في تقصير. لا، عشان ما نجلدش نفسنا، هل اللي يتحمل اذا كان هناك خلل مدير الامن السابق ولا منظومه امنيه متكامله على راسها
مدير الأمن. أنت أقلت مدير الأمن وأقلت مدير المباحث أو نقلتهم أو حركتهم، ده إجراء وقرارك لكن. طب على ذكر وزارة الداخلية، وهل في تقصير ولا ما فيش تقصير؟ وطبعا وزارة الداخلية لازم ترد علينا بهذا الأمر، خاصة في الغربية، أنت بتتكلم على الغربية، لكن في اسكندرية كان في بطولة وكلنا نقل عليها بكاميرات المراقبة بالفعل. أنت عندك 7 شهداء من الشرطة في اسكندرية، ما فيش بعد كده، يعني 7 شهداء مش من الشرطة، مصريين، عشان ما نقولش مسلم ومسيحي وشرطة، لا، 7 مصريين امبارح عملوا بطولة قالت للناس انه الامن موجود وافتدى المصلين وافتدى الناس بارواحهم، سواء عماد الركايبي، اسماء، محمد حسن، نجوى النجار مع حفظ الالقاب ربنا يرحمهم، وفي صور احنا شايفينها النهارده في كل وسائل الاعلام. ربنا يرحمهم جميعا بالتاكيد. امين الشرطه طيب. النهارده اللي كل ملابسه ممزقه، محمد وكل صلاح؟ لا، امين شرطه تاني ناجي ناجي من الحادث، كل جسمه بيجيب دم، والراجل بيبص في ايده وبص في وشه، يعني مشهد مؤلم صعب للغايه. حتى الاشلاء اللي هي تم العثور عليها اشلاء مفتته، انه الحزام الناسف فيه نوعيات كبيره من البلي والبارود، وحتى شفنا المشهدين في طنطا والبطرسية، الساعة وقفت في نفس التفجير. نعرف رأي وزارة الداخلية من خلال بالتأكيد ممثل ليها بيشرفني بعد قليل، وبعد الفاصل هينضم لي في الاستوديو بإذن الله السيد اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق، لكن بعد فاصل قصير بمشيئة الله. الباب المعظم الأنباء تودروس الثاني، وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا المطران المكرم الأنباء خميوس، وأبائنا الأساقف المجتمعين معنا، الرب يحفظ لنا حياتكما أمينا الليل. وقلب موائده وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ها هنا ولا تسيروا بيت ابي بيت ابي برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه معانا في استوديو الاخبار وهذه التغطيه الخاصه من تين تي في بعد الحادثين الاليمين اللي ألم بالمجتمع المصري بالامس في طنطا وفي الاسكندريه. مره ثانيه برحب بضيوف اللي بينضموا لي في الاستوديو، في البدايه الكاتب الصحفي يسر البدري اللي كان مشرفنا بالتاكيد، وانضم لي بعد كده السيد اللواء اشرف امين مساعد وزير الداخليه الاسبق. يا اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا بيك، شرفني بكل تاكيد. انا اسف للتاخير، لكن برضو احوال المرور، يعني زي ما يسر بيقول لي الاول، يعني اولا انا سعيد ان انا بلتقي معك كمان. ربنا يعزك يا فندم، دايما شخصيات يعني الجديره عبي. بالاحترام الله بجد يحفظك يعني يا فندم. طبعا رؤيتك وشفت اللي حصل امبارح ازاي من وجهه نظر امنك؟ بص، اولا احنا يعني زي ما بنطلع في كل لقاء الاول بنبدا بتقديم التعازي. طبعا احنا بقى لنا فتره كده شغالين تعازي لينا كلنا، للمصريين، ما عديش انا غير المصريين، المصريين احنا ما احنا على فكره احنا ما عندناش حاجه اسمها مسيحي ومسلم، ومش عارف ليه مركزين احنا على الفتنه ومش الفتنه، واحنا نسيج واحد، محدش قال فتنه خالص. لا ده في البعض يقول لك دي فتنه، احداث فتنه، انا سمعت، لكن مش كلام ده خالص. مصر صبغتها كده، مش هتتغير عن كده، حتى لو حصل ايه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تحدث فتنه، لكن يحدث زي اي اخوات اتنين بيتخانقوا مع بعض دايما. ولكن في هذا الـ يعني الحادث الأليم أو الحادثين الآلمين الذين حدثوا بالأمس يؤكدوا أن دي تدي صلابة كمان للوحدة الوطنية، لأنه بيكفرنا كلنا، مش طرف دون الآخر. يعني احنا امبارح في اسكندرية من الذي تصدى؟ خلي بالك بقى، يعني حطها في الميزان ده، رجال الشرطة. ما هو حتى هم أصابوا هدف غريب، هدف يصوب من اثار على فكره الحادثه الاولى،
تخيل يعني لسه استاذ يسري كان بيقول عليها بيوصفها بالبطوله. يعني لا ده هو هم اخطاوا في هدفهم الى انه هو صوب الهدف، يعني عدل الموقف السيء اللي احنا كان موجود عندنا اللي هو الاحساس بان في تقصير مثلا. ولو ان هنا في هذه النقطه بالذات اتحدث عنها بمنتهى الشفافيه والصراحه امام الساده المشاهدين، احنا قصه ان انا ادافع عن جهاز او ادافع عن خطا في سبيل ان انا يعني انتمي لهذا الجهاز، الكلام ده مش وارد خالص، اقسم بالله ولا في مخيلتي اطلاقا. لكن في امور ثوابت لا يعلمها البعض. الثوابت اللي موجوده عندنا، تخيل ان واحد ماشي في الشارع، وخلينا نتكلم بامور بسيطه جدا طبعًا. عشان الناس تستوعبها، واحد ماشي في الشارع جات له فكره انه يركب العربيه اللي موجوده بتاعت واحد تاني وينزله واخد عربيه ويدهس بيها ناس مثلا. ايه البطوله اللي فيها؟ وايه التقصير الامني فيها؟ يعني انا عايز ايه البطوله اللي هو عمل ده؟ بطل في ايه؟ واين التقصير الامني في الحاله دي؟ واحد جات له فكره، يعني مفيش معلومات عندي، واحد كده مشتت. وهذا هذا يحدث كثيرا في الدول، في فرنسا شفناها، فرنسا وده حصلت في سويسرا، بلد اللي هي الملائكيه اصلا اللي ما عندهاش اي جريمه. فانت تخيل كده، انا بقول الراجل، وده فكره عايزين لو حاطينها في الاعتبار بعد اذنك، بعد اذن الاخ العزيز يسري، لابد نحط في اعتبارنا الراجل اللي جاي ينفذ عمليه زي كده اللي هو الانتحاري. هذه الشخصيه وهذه العقليه بتاعت الانتحاري. لو جه يعمل عمل، ما احنا عايزين نتفق على شيء، هيتفجر ولا مش هيتفجر؟ ده هيفجر في نفسه في اي حته، لكن كده كده في خسائر كده كده. بدل ما يبقوا 20 يبقوا 15، بدل ما 15 يبقوا 10، زي ما حصل امبارح في اسكندريه. الحمد لله مثلا. يعني قضى اخف من قضى كما يقال. حطيت البوابه هنا، نقلتها بقت هنا، حطيتها بعديها بشويه، ما ده اللي هيحدث. متفقين؟ طيب، هل فقد المعلومه يبقى برضه جزء من التقصير؟ اقول لك وارد، لكن معلومه ايه؟ انت بتفكر في ايه؟ انت بتفكر في ناس عماله تتربص لك وكل شويه تغير لك من شكل من الاشكال في التعامل معاك بنمط اخر علشان ترهقك. ما احنا ما شفناش في الدنيا، واختلفت مع واحد امبارح في لقاء، ما شفناش في الدنيا ارهاب بيسقط دوله، يعني ما حصلتش. لكن ده جزء او عنصر اساسي من عناصر الجيل الرابع في الحروب. احنا في حرب، ما احنا متفقين. لكن الذي صدر لك، لازم تبص للفكره اللي صدر لك، اللي هو جاي يفجر نفسه الانتحاري ده، صدره لك بليه؟ بأمره ايه؟ علشان خاطر ارتباط بزياره الرئيس مثلا، كلام مش صح، ولا عشان خاطر اللي جاي لك اللي هو بابا الفاتيكان، برضه كلام مش صح. طب هو عشان خاطر انت ضربته قبلها بيومين ثلاثه وهديته ضرب مثلا في جبل حلالة، او ان انت مسكت اكتر من عنصر من عصر القويه والفاعله في حسم مثلا؟ اقول لك لا. امال ايه؟ هو عايز يوصل نتيجه، دي رساله لدى العالم الخارجي. الكل عمال يتكلم على مكافحه الارهاب، والكل يتحدث، وترامب وكل الدنيا. هو لازم يدي لك علامه ان انا موجود، ويدي لك علامه اكتر اهم من ذلك، ان هو بيساعد على اسقاط السياحه والاستثمار. يعني تقصد يا سياده اللواء نفس الرساله اللي وجهها في العريش؟ أيوة. استهداف اخواتنا الاقباط برضو في العريش بقصد اخافتهم، وبالتالي رحلوا عن العريش وذهبوا للمحافظات. لا ده هو الاخطر، ان انت هم اكلوا الطعم برضو. انا على فكره ما كنتش مؤيد لفكره ان هم ينزحوا او يسيبوا. وانا معاك، وانا معاك. عارف ليه؟ لان قلت كده، احنا عندنا قرى سياحيه في العريش، وعندنا مدن ثانيه، بئر العبد، وفي اماكن تانية هيبقى اسمهم في نفس المحافظه. احنا عالجنا غلط بقى كمان، يعني هم، انا مش بلومهم، هم احنا عالجنا غلط. انا ايه اللي بعت لي ده؟ كل الوزراء ريس راحوا على اسماعيليه رحبوا بالناس، بس ما حدش يقدر اقول لك، ما حدش برضه يقدر ان هو يعني يلوم حد سيدي على الخوف. معلش، الخوف دي طبيعه بشريه. الخوف يا سيدي، ما قلتش لا، لكن انا اقول حاجه تانية. ده انا متاكد، وقلت في اليوم دول اللي عمل كده لما ما يزيدوش عن 5 6،
اللي هم دبعوا وعملوا كمان. يعني رئيس مباحث ببوكس ينزل يلم الليله دي، بكلمك جد والله. لكن النهارده انا كنت عملت وعظموا هم الاجراءات الامنيه، لان كانت الاشكاليه عندنا في العريش اشكاليه واضحه، وكان كله يطالب كده على فكره، مش انا اللي كنت بطالب بكده. اشكاليتنا ان عدم التواجد الامني مفروض مش بمظهره، يعني ولا حاجه اسمها اكمنه ثابته ولا اكمنه متحركه، كانوا بيطلبوا الناس لانه الضباط بيصطادوهم. بعدها على طول شفنا وزير الدفاع وزير الدفاع ووزير الداخليه نزلوا بقى بيمشوا في نزلوا بقى عشان يعرفوا ان مفيش حاجه. فعشان كده بقول ان احنا المظهر الشرطي الظاهر كناش حاملينه، فعشان كده الناس يقول لك ما كانش في تواجد امني. طيب في تواجد سري. خلينا نتوجه برضو للضيف الكريم الاستاذ يسري بخصوص المجلس الاعلى لمكافحه الارهاب، شايف دوره هيكون يعني حاسم في الفتره اللي جايه، نقدر نواجه الارهاب بهذا المجلس وبكل امكاناته، ولا في اطر تانية من الممكن برضو نمشي فيها جنبا الى جنب؟ قبل الفاصل حضرتك سالتني على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي وقلت قصه تجديد الخطاب الديني. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن تجديد الخطاب الديني على مدار سنتين ونص أكثر من 10 مرات. أين مؤسسات الدولة؟ أين مؤسسات الدولة في تجديد الخطاب الديني؟ احنا عندنا كام مركز شباب أستاذ كمال مقفولين. الفكر لا يواجه مواجهة أمنية، يواجه الفكر دائما يواجه بالفكر. فين وزير الأوقاف؟ فين السيد الإمام الأكبر؟ الشيخ الأزهر فين وموجود فين في 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 قصه تجديد الخطاب الديني؟ انا النهارده ساند مواجهات امنيه في كل حاجه، واروح لسينا اللي حضرتك بتقول عليه المجلس الدفاع او اي حاجه لمكافحه الارهاب والتطرف. طب سياده الرئيس مش عنده مساعد رئيس جمهوريه لشؤون الارهاب سياده اللواء احمد جمال الدين وزير الداخليه السابق؟ عنده للشؤون الامنيه، للشؤون الامنيه ومكافحه الارهاب. تمام، فين فين الدور ده؟ طيب المجلس ده هيكون ليه دور؟ نتعشى من يكون ليه دور، لكن انا عندي ناس بتعمل بطولات في سيناء، قوات مسلحه على مدار الفتره اللي فاتت دمرت كام نفق يا استاذ كمان؟ 3075 نفق، احصائيات رسميه من المتحدث العسكري. اخر الانفاق انفاق حدوديه يصل مساحته اكثر من 3 كيلومتر. سياده الرئيس لما اتكلم على كميه المواد المتفجره اللي دخلت لنا عبر الانفاق اتكلم على ارقام مذهله. رئيس الوزراء الاسبق دكتور كمال الجنزوري لما اتكلم على عدد الاسلحه اللي دخلت مصر بعد الثوره قال 10 مليون حته سلاح. احنا بنتكلم على دلوقتي على بطولات قام بيها الجيش والشرطه المدنيه في جبل الحلال واحكام السيطره الامنيه. بدات احكام السيطره الامنيه فبداوا ينزلوا لي على العريش يعملوا لي اكتر من عمل ارهابي ويحاولوا يصدروا لي بره انه العريش خارج السيطره الامنيه. فيرد عليهم وزير الداخلية من تونس ويقول لهم لا، سينا تحت السيطرة الأمنية وروحنا المعنوية مرتفعة. وفي نفس اليوم وزير الدفاع يرد بنفس التصريح أنه سينا تحت السيطرة الأمنية. احنا بنتكلم هل الحادث ده الدولة المصرية هتدرس الدروس المستفادة منه؟ اجتمعت كل جهة مش وزارة الداخلية بس، احنا دايما بنلقي اللوم على وزارة الداخلية أن هناك تقصير. نلقي اللوم على وزارة الداخلية ان هو في بعض الخلل الامني يجب الاصلاح، عشان عايزين المنظومة دي ترجع لدورها، دورها اللي هو ايه؟ منع وقوع الجريمة. طب لو ما منعتش وقوع الجريمة تجيب مرتكبيه، وده اللي بيحصل النهارده. لما اقول لحضرتك النهارده انه في 27 واحد مشتبه فيهم تم القبض عليهم في طنطا، لما اقول لحضرتك النهارده انه المعمل الجنائي مع الطب الشرعي بداوا في تحديد هوية الانتحاري و شبه معلومات من بعض المصادر بتقول ان هو من محافظه الشرقيه من منيا القمح، لا في شغل نشتغل. هو ما عرفش يضبط الانتحاري او يمنع الانتحاري زي ما حصل في اسكندريه، لكن بدا يشتغل في شغله الطبيعي، وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح اتكلم فيه في قصه مسانده الجيش للشرطه المدنيه بدليل قوات الانتشار اللي موجوده النهارده في ميدان التحرير وقدام الكنائس موجوده لمسانده الشرطه المدنيه. طب ده هيبقى على طول؟ اعتقد انه ده بشكل مؤقت لغايه ما الامور تنتهي في قصه محاربه الارهاب. طيب احنا كل الاجهزه اللي احنا بنعملها في مكافحه الارهاب ليه؟ هنقل لحضرتك سؤال المواطن، طب كل اللي احنا بنعمله ده والارهاب ما بيخلصش في سيناء؟ لا ما بيخلصش. ان يا استاذ كمال كان عندنا 17 تنظيم مسلح موجودين في جبل الحلال، مين اللي كان بيرعاهم؟ كان بيرعاهم الرئيس محمد مرسي
الرئيس المعزول، جماعته في اعتصام رابعة البلتاجي وصفو حجازي كانوا بيهددوا الشعب المصري كله، بيروعوا الشعب المصري. مش غريب لما سيادة اللواء يتكلم النهاردة على حسم ولواء الثورة؟ مين اللي بيدعم لواء الثورة وحسم يا أستاذ كمال؟ يحيى موسى. مين يحيى موسى؟ مستشار وزير الصحة في عهد الرئيس المعزول، من قلب تحقيقات رسمية تحقيقات نيابة أمن الدولة. النهاردة الأجهزة الأمنية بتفحص علاقة أيمن عبد الغني أحد القيادات الإخوانية زوج بنت خيرت الشاطر بالأحداث دي، إن هو يقال أنه يوفر دعم لوجستي. إحنا عندنا دعم لوجستي ودعم مادي بيدينا من دول شقيقة للإرهابيين. خلينا في الدول الشقيقة برضو، واتجه للسيد اللواء. والدول الشقيقة كان الرئيس، بلاش الشقيقة لأن الرئيس ما قالش الشقيقة، هو قال الدول اللي بترعى الإرهاب. ترعى بالضبط، الدول اللي بترعى الإرهاب موجودة وتوجه إلى العالم كله أنه يعني لازم مكافحة هذا الأمر، لازم طيب. مواجهة هذا الأمر ومنع الدعم من هذه الدول إلى هذه الجماعات الإرهابية. بس هل هنقدر على مستوى العالم أن يتم هذا الحصار على هذه الدول؟ لا أنا هقول لك حاجة، بس أنا مش حصار طبعا اقتصادي ولا كلام كله، لكن منعوهم يعني من دعم. هستأذنك، أنا عايز بس برضو تعليق أو تعقيب على ما قاله أخي يسري. تفضل. في جزئيتين، الجزئية الأولى احنا نعلم تمام العلم، ويمكن انا قلتها في اكثر من لقاء، التفاعل الامني او المجهود الامني في على الارض بالنسبة للارهاب يعد رقم 20، يعني صور مسؤوليته الاخير بحر. الاخير طبعا. يعني في 19 حاجة قبل متفقين قبل العشرين متفقين. تمام، لكن ومن ضمنهم يعني من ضمن اللي هو الخطاب الديني او تجديد الخطاب الديني. بس انا ليه استفسار، انا عايز اسال، انا مواطن يعني ايه تجديد الخطاب الديني؟ انا عايز بقى الاعلام يقول لي يعني ايه، انا عايز افهم بجد يعني. انا تصلح مفاهيم مغلوطه يا سياده اللواء عند الناس. طيب بدل ما الراجل انتحار، الراجل انتحار النهارده اللي رايح لابس حزام ناسف شايف طيب اللي بيعمله ده جهاد. لا يا باشا، وانت هتغير فكر دلوقتي دول؟ ايوه لازم لازم انسى. في بعض الكتب كمان، في بعض الكتب استنى استنى يعني اصل انا ليا تحليل. لا اصل الكلام مش كده، انا عندي ناس خلاص دي مرضى، ده بتر ما بهزرش معاهم، ولا ينفع مصالحه ولا ينفع مراجعه ولا ينفع ولا ينفع مراجعة كمان، ولا يعني مراجعة. اللي حصل مراجعة دول خلاص، ولا هتعرف. ما ينفعش مراجعة؟ بص اقول لك ليه، ما حصلت قبل كده مراجعة، وعندهم الفيروس ما زالوا مرضى. بس في 80 يعني بذكركم هطلع منهم، هطلع 80% نجحت المراجعة، هطلع ال 20% ده مصدر خطر. مراجعة مين؟ انا محتاج منهم ايه يا سيدي؟ المرضى هؤلاء زي اللي عنده كانسر هتعالجه في ايه؟ ومستشري ما يبتعليكش وما تفكرش فيه، انت تفكر في الاجيال اللي جايه. اللي انت منع التجنيد بقى، عايز اقول لك حاجه، الانتحاريين اللي هم سبق ابو البراء او ابو اسحاق دول عمرهم كام السنيه؟ انت بتتكلم في شريحه عمريه من 18 ل 25 سنه اللي هم بيبقوا فيهم التحرير او فيهم الفكر عموما اساس. ده نتيجه ايه؟ نتيجه شوف بقى الفتره اللي قبل كده ازاي طلعت الفكر المغلوط بهذه الغزاره عندك. عارف ليه؟ أنا وجهة نظري بقى، عشان بس نتكلم الكلام المنطقي اللي بيجيب نتيجة للمشاهد، ما نقولش كلام متكرر. عايزين نتيجة على أرض الواقع. أرض الواقع نقول كلام، أنت عارف. طب إيه بقى؟ كل من يصعد على المنبر ويطلع ويقول كلمتين، تقول لي بقى خطاب موحد، تقول لي أي بطيخ، الكلام ده مش صح بقى، هو ده اللي أنا بقول لك نعدله، خلينا نعدل بالفكرة. للاجيال الجديده مش هتروح تقعد معاهم تغير لهم مفاهيم. يعني قصدك خطبه الجمعه هي خلي بالك، خطبه الجمعه دي 90% من الشعب المصري بيستمع ليها، حتى اللي ما بينزلش يصلي بيسمعها في الراديو، بيسمعها في التلفزيون، بيسمعها بالصدفه، بيسمعها هو قاعد في ودنه بيسمعها. بس التجنيد علامات بيتم بشكل تاني. بس انا هقول لك حاجه، ما انا هقول لك، عارف حضرتك اسر الاخوان طبعا وازاي بيقعدوا مع بعض ما انا بقول لك، ما هي دي هنا البدايه. بيسمع كلمتين يعجبوه، يقول لك الامام ده بتاعي، ده حبيبي، يبتدي يقعد معاه، يبتدي يتزاور، بعد كده ينشر فكر اسمه السلفي بتاع جماعات بقى التبليغ والدعوه وغيره وغيره، يبتدي هذا الفكر يبتدي يتخصص في جزئيه معينه، يبتدي يسحب بقى دولة، يبتدي يطلق اللحيه، يبتدي يخش على فكره معينه. انا بقول لك عشان تبقى عارف. طب ايه التاني؟ الدراما.
لسه كنا بنتكلم عليها يعني الدراما، الدراما تشكل وجدان مجتمع. الفنان صلاح عبد الله واحمد بدير وعزة العلالي كانوا كلهم موقنين وبيقروا بان في قصور، مش قصور في ناحيه الدراما. يا سيدك ده انت لابد يكون عندك سقف حد اقصى للتجاوز، يعني مش كل رمضان عمال عشان يوجد لك بقى ناس يدافعوا. ها كل رمضان العرش والدعاره والمخدرات كله شغال كده، والمرضى النفسيين واللي هم ايه والمصريين حراميه والظباط شكلهم وحش، ده بيشكل وجدان مجتمع يبتدي يحصل عنده انهيار. مش هقول لك بقى تربيه وتعليم وتعلم الناس ازاي يبقى عندهم اصول في التربيه. كل يعني هي انا بتكلم وسائل جنب بعض. انا بتكلمك انا بقول لحضرتك ما هو تربيه وتعليم مش هنقلل منها، لان تربيه وتعليم زائد فن زائد تربيه. هقول لك حاجه، انت في حاجه في ايدك تعملها فورا، مش هقول لك تاخد لها 15 20 سنه قدام، فورا فورا النهارده تاخد قرار. اي حد يعتلي منبر ليه قواعد، ما بنهزرش. طب ما في تصريحات، طب ما وزاره الاوقاف بتعمل كده، ما بتعملش كده. دي هي عامله خطبه موحده وبتعملش وبتنزل اي حد وما يسمعش الكلام. الكلام ده اللي هو بيعمل شو بيه، ودي اب بيعمل شو، ولا بقول لك الكلام ده وانا ولا واثق من اللي بقوله. ما انا اعرف بعض الشخصيات الموجوده اللي عماله تطلع تهرتل. ادي واحد. الجزئيه الثانيه مهمه جدا تحطها في الاعتبار، الاعلام. الاعلام له تاثير قوي جدا، بيستضيف بعض الشخصيات الشيوخ اللي هم بتوع الفضائيات ويديلك اتجاهات مختلفه ويسيبك تسبح في الضلال. هل اخد ده ولا اشرب ويسكي ولا انا بالنسبه لي ارض، ويقول لك احاديث بقى. هو لسه موجود الكلام ده؟ موجود. ومش الكلام ده كان يعني قبل 2013 اعتقد؟ لا سيدي ده لسه ده من سنه موجود، اللي هو في بعض الاراء تقول لك ان ممكن يعني الخمر ده ماشي. انا بقول لك ليه بقى، ان احنا لابد نحط ايه ميثاق نتفق عليه، هو ده اللي بيشتت الناس. وكمان من يصعد على المنبر ويتحدث في الاعلام على يهزئ بقى الثوابت الدينيه اللي احنا نعرفها. احنا نعرف في ديننا، نعرف كويس جدا البخاري، ونعرف في ديننا ودي ثوابت، ليه نطلع بقى نغلط فيهم ليه؟ هو ده اللي بيهز الكيان. واين صوت الازهر الشريف اللي هو منبر للعالم الاسلامي كله؟ انا مش شايفه واضح. هو ده اللي هو ده اسمه التجديد بقى. لكن التجديد بتجدد عايزه يبقى واضح ازاي يا فندم؟ هقول لك واضح ازاي. الازهر الشريف القاسم المشترك في جميع ما يحدث لازم يوميا او في معظم الحاجات يصدر بيانات تقول الوضع الاسلم والاصوب. حتى لما يصعد بعض المنابر التلفزيونية ويطلع واحد زي اسلام البحيري يقول غلط، يطلع يقول رأيه صراحة. ولما يطلع بعض الشيوخ الاجلاء، شوف بقول لك الاجلاء، يقول رأي غلط، هو اللي يجي يصوب لنا الفكرة اللي في دماغنا. احنا بنعتمد على الدين الوسطي. طيب هو ده صوت الازهر ده يطلع ازاي بالظبط؟ يطلع في الفضائيات ولا يبقى في قناة للازهر ولا يبقى في ايه بالظبط؟ يا سيدي انا الازهر اعرف كل اللي بيحدث عنه، حتى لو جه على وسائل ايه التواصل، وجه ده لو طلع على نشط الاخبار ان الازهر اقرب كذا ردا على كذا. وخلي بالك لابد يكون للازهر متحدث اعلامي بيشارك على طول، بيشاركنا في اللي احنا فيه. هو ده التجديد، ما تقوليش التجديد غير كده. لكن كل واحد يقول لك طب انا بحب الشيخ، على فكره في مستشار، انا بحب الشيخ اسامه، في مستشار لشيخ الازهر دايما بيتواجد معانا، انا عارف اسامه الازهر، انا بحب الشيخ اسامه وفي غيره ما انا عارف، وبحب جدا خالد الجن، وبحب رمضان عبد المعز، وبحب سعد الدين الهلال، وبحب الناس دي كلها. انا بنهج دكتور محمد مهنا هو مستشار شيخ الازهر، دايما بيبقى فيه مداخلات. انا بحب نسمع صوت الازهر يوميا، انا بسمعهم بس احيانا ببقى مشتت. انا عايز اللي واخدني بقى، يعني حتى لو انا اسبح بفكري واختار اللي هو يعني استفتي قلبي انا موافق، لكن الناس اللي هم على قدر بسيط من الدرايه في امور الدين ده الصعب، ده اللي هما بياخدوه ويتلقفوه ويبتدوا يلعبوا عليه علشان يشتتوه. طيب خليني اتوجه ليه انا ما كملتش، بس انا ما قلتش السؤال، هرد على السؤال في سرعه عشان ايه. طب سريعا عشان نقدر نروح له برضه، ما هو عشان نقسم الوقت وبقاله كتير. اتفضل. انا جاي متاخر يعني. بيعوض فأنا يسرى حبيبه على طول قاعد في انا. انت سالت سعادتك سؤال، الرئيس لما بيقول يعني خطابه للدول العالم يعني
وسيادتك قلت الدول الصديقه والشقيقه، ما فيش حاجه. انا اعترف بالامن بالنسبه لنا، ما فيش حتى حد بالنسبه لي صاحبي طبعا، حتى طبعا. في يعني مصلحتي فوق اي شيء، ما فيش مصلحتي. لا، احنا اتعلمنا ان احنا نبقى شكاكين، علشان لو اطمأنيت للي قدامك ده يبقى انت فشلت كأمن. اوكي، نفس القصة، المبدأ ده في الدراسة في العلاقات الدولية. النهاردة يا سيدي هو وجه رسالة، بس انا اقراها بقى كويس جدا بطبيعتي. انت عندك جنوبا السودان، تمام، مصدر قلق رهيب بالنسبة لك، بكلمك جد، تاخد يمين تاخد شمال حسب اللي يدفع اكتر. انا بقول لك الكلام ده انا عارف، ماشي تمام. وكمان الحدود الليبيه، عندك قطر محتضن عدد كبير جدا من الاسماء اللي احنا عمالين ننادي يقول يا قطر، دي بقى اسمها ايه؟ محتضنه لارهابيين يوجهوا اليك. وانا هقول لك حاجه وقلتها واجر على الله، تركيا لها دور، وانا اعتبرني مش معلومه بقى يعني، تمام. اجتهاد، لها دور قوي فيما حدث في مصر في ال 48 ساعة الماضيين. ده بسبب، مش عايز اقسم لك بالله، بسبب التوجه الغير عادي ليهم، نتيجة ان هو يستشعر ان السياحة هتجيلك. خد الكلام ده بقى ايه بدقة، مش وبقول وعندي براهين، مصالح مصالح، انت بتلعب عليك جيم. هو احنا من امتى يا سيدي؟ قول لي، بص، ليه مصر الارهاب فيها زيادة؟ عايز حد يجاوبني اجابه، هل احنا مثلا بنعبد الاصنام؟ يعني انا عايز افهم، يعني هم شايفين ان احنا ناس يعني كلنا بايظين، يعني مثلا جبل الحلال بيئه مواتيه، ولا وبعدين مواتيه مين كمان؟ انت عندك كده يا سيدي، انت عندك افغانستان بيئه مواتيه جدا لكل حاجه. طب ما هي مواتيه موجودين فيها، ما موجودين فيها، بس موجودين. ما بيعملوش حاجه، ما حد بيضر حد. لا، مين ده كل يوم بيضربوا في مين؟ في الحكومه الانتقاليه اللي موجوده هناك، او الحكومه طالبان. ما عادتش انتقاليه، بقت موجوده وما بيحصلش. لكن هنا احنا ما كانش عندنا. بس عايز اقول لك حاجه بقى اهم عشان ننقل ليوسف بيه، لانه كده اتاخرت عليه. بص هقول لك حاجه، خدها مني، يعني الذي يحدث في مصر من بعد موضوع الاخوان، واحنا نسبنا الاخوان اللي هو الكارت اتحرق وشغالين على ان احنا عمالين نقول لهم انتوا الاخوان انتوا جامدين، هم ولا حاجه. يعني النهارده انا بقولها لك، دي مصالح دوليه نتيجه الذي المحرك الاساسي اجهزه مخابرات لداعش ده اللي انتج 2011، وجابوا لك جزء منه في سيناء، وجم برضو الهبل دول عملوا منظر غريب جدا، والعفو الرئاسي اللي حصل، وبقى يحط لك ناس في سيناء، ابتدوا يشتغلوا عليك دلوقتي بالريموت كنترول، اضرب شويه، خش عليهم شويه، اعمل لك القصص دي. طب ما روحوش اسرائيل ليه؟ هو ده سؤال يعني وجودي. دي العلاقات الدوليه، التكفيري بقى بيكون واقف على حدودنا وشايف الصهيوني الاسرائيلي عينا امام العين، ويتضير ويضرب الجند المصري، يعني شريكه في الوطن، ففي بوصله يعني فاقده الاتجاهات. ارجع مره ثانيه لضيف الكريم الاستاذ يسر البدري، وبنتكلم على الثغرات اللي نقدر نصل الى التكفيري من خلالها. هو باني سور كبير، زي ما حضرتك ما قلت بالاول ان محاربه الفكر بتكون بالفكر، فباني سور، ممنوع ان انت تسمع للازهر، ممنوع ان انت تسمع للاخر، وفي سمع وطاعه بالنسبه لاميره فقط. تمام. ففي السور المبني ده نقدر نخترقه ازاي؟ انا بس ما زلت مصر على فكره التوافق، التوافق بين اقطاب الشعب المصري. فكره ان انا يبقى في فصيل مش موجود في المجتمع المصري بعد 30/6، ده مستحيل. هينتقدني البعض ويقول لي توافق مع مين؟ توافق مع ناس قتلوا المصريين؟ انا ما اتكلمش على ناس لوثت ايديهم بدماء المصريين وكل يوم بيحرضوا عبر شاشات بعض الدول على الدولة المصرية. هم مش بيستهدفوا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اقصد جماعة الاخوان. اوعى، اقصد جماعة الاخوان، جماعة الاخوان اللي هم 58 واحد مطلوبين بالاسم من جهاز الامن العام قطاع الانتربول، وكل ست شهور بتجدد النشرات الحمراء ليهم. احنا بنتكلم، لما انا قلت يحيى موسى ضالع في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات بواقع تحقيقات موجودة قدام محكمة الجنايات، لما بنتكلم على أيمن عبد الغني، لما بنتكلم على المجموعات المسلحة اللي عملها محمد كمال اللي تم تصفيته في القاهرة هنا، لا، احنا الناس دي ما نتكلمش بتوافق معاها. لكن ناس بتقصد بيهم بقى بالتوافق؟ ناس المحبين ناس قبض عليهم بشكل عشوائي، مفيش قضية في الدنيا
بيتحاكم فيها 738 واحد فض اعتصام ربع. مفيش قضية في الدنيا بيتحاكم فيها 498 في أحداث مسجد الفتح. الناس دي اللي تم القبض عليها وثبت من تحريات النيابة، من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة إن هم ما لهمش علاقة بالإخوان، لا نقعد معاهم ونجيب لهم أسامة الأزهري ونجيب لهم الناس اللي بتقعد معاهم في السجون. دول يحصل معاهم ونبدأ مراجعات تقصد نبدأ يعني؟ بقى مش مراجعات، لا دول مش مراجعات، نبدأ معاهم نفهمهم اللي بيحصل. حصلت في السجون قبل كده وعملوا ما وقعوا ما يعرف باسم إقرارات التوبة موجودة في السجون وفي السجون. دي ما تعتبرش مراجعات؟ لا ما تعتبرش مراجعات، انك انت بتصحح له مفاهيم مغلوطة عنده، هو شايف ان هو يطلع يقرأ. ما انت كده بتراجعه في الفكر. ما بتراجعه، بس ما اقدرش اقول ان انا بعمل له مراجعة كاملة، ان المراجعات دي تمت في فترة معينة وتمت على اساس معين والبيئة في وقتها كانت مهيئة لقصة المراجعات دي. هو اللي كانوا تابعين للحزب النازي ايام هتلر كانوا كام في المية من الشعب الالماني؟ لا مش كانوا عدد كبير للغايه، 70% عدد كبير، ده كان هو المسيطر. اه طبعا هو اكتر من 70. الحزب النازي بعد الاطاحه بهتلر بعد حرب 45 وزيحوا خالص، بعد طبعا انتهاء الحرب العالميه الثانيه سنه 45، الحزب النازي بكل الاطراف المعاونه دي او كل المنتمين ليه تم اقصائهم عن الساحه، ولغايه النهارده الحزب النازي مقصى بعيد تماما. الحزب الشيوعي مقصى من امريكا وكل اتباعه ممنوعين هو تماما. انا اقدر يعني ارد رد في دقيقه واحده ولا انت تزعل؟ اتفضل. بص لا نزعل، احنا بنناقش يعني في ناس بتحب حد يحاور يعني. بص اقول لك حاجه، انا مع احترامي الشديد لراي يسري ودي شخصيه محترمه نوافق عليها، بنتكلم على الراي مش على الشخص. ما شخصيه محترمه يعني تمها بتنهل من اي موضوع. انا بقالي فتره بقول ان انا سامع نبره رهيبه جدا بقالنا اكثر من شهر، قصه المصالحه بترجع تاني لما زنقوا والعلاقات الجيده بين مصر وامريكا. لا ده شهر بزياده ابتدت النبره دي. مش المصالحه خالص، بص اقول لك حاجه، قلت المصالحه، انا قلت توافق اقطاب المجتمع. مفيش مجتمع دلوقتي هيقدر يمشي اقول ان دول 25 يناير ودول 30/6، لا دول فصيل في الدوله المصريه. اخوان ما انا قلت على أيوه فصيل، ما انا بقول لك دول فصيل في الدوله المصريه. خليها توافق، مفيش حاجه اسمها توافق. بقى توافق مين يا سيدي؟ كل من هو يحارب الوطن بالكلمه مش عايزينه. خلي بالك احنا دلوقتي في موقف شديد الحساسيه. النهارده لما تطلع النبره دي ليه؟ لانهم هيزنقوا. خلي بالك اللي موجودين بره. طب تقدر تقول لي معتز مطر يبقى اعتبر ايه؟ يعتبر هنعمل معاه توافق وهناخده وناخده اسامه الازهري يقول له كلمتين في ودنه؟ هو ده منطق يا استاذ يوسف؟ في الشماته اللي موجوده على مواقع التواصل عمالين يغلطوا. سيدي الفاضل، سيدي الفاضل، الاخوان، سيدي الفاضل، من يحمل السلاح ده لفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي. لا من يحمل السلاح في وجه الدوله المصريه تعامل معاه، لكن احنا بنقول طب هو معتز بيه. لا انا بتكلم على الشماته اللي بتظهر في فيديوهات او حتى بتعليقات يا باشا. انا امبارح في الفيديو عايزين يعملوا اسقاطات على الدوله المصريه، ان الدوله المصريه دوله فاشله بعد تفجير طنطا. حصل تفجير اسكندريه، فيقول لك ايه النهارده على موقع وامبارح على موقع التواصل، اهو الضابط مش هو اللي منعه، ده اللي منعه امين شرطه، الضابط مش موجود في الفيديو. طب انا احنا الفيديو اللي كنا بنعرضه قبل ما يخش سياده اللواء، جوله مدير الامن قبل التفجير بتاع طنطا، مش الضابط طالع فيه؟ اه طبعا. عماد الركايبي مش نجوى، مش العميل، مش نجوى وعملوا دايره حمراء ونجوى وكله. العميل نجوى النجار مش كانت موجوده؟ موجودة. اسماء ما كانتش موجوده. ده مدير الامن نقل البوابه قبليها، يعني نقل البوابه قبليها بساعتين ولا حاجه كده. فاحنا بنتكلم في شماته في كل الناس اللي هم ضد الدوله المصريه، مش ضد سياده اللواء ولا ضد الاستاذ كمال. بس على فكره احنا ما قلناش نحبسهم، انا بتكلم على دول. انا ما قلتش احبسهم، انت عايز تتوافق معاهم؟ انا لا، دول مش دول، ما يخشوش معايا في الكيان السياسي خالص، دول اعداء بلد. سياده اللواء بس دول المحرضين، دول المحرضين على الدوله المصريه، دول المحرضين على الدوله المصريه، وسجلاتهم موجوده في المحاكم ما بين احكام غيابيه، واشخاص مطلوبين للدوله المصريه. لا حديث على توافق ولا مصالحه مع الناس دي، الناس دي خدت نهج ضد الدوله المصريه. انا بتكلم على الاشخاص اللي هم ما لهمش علاقه بجماعه الاخوان، اللي سياده الرئيس بعد مؤتمر الشباب قال ان انا شكلت لجنه للافراج عن الشباب المحبوسين، افرجت عن الدفعه الاولى، افرجت عن الدفعه الثانيه، في الاف جوه السجون محبوسين. وانا بقول ده ليه؟ عشان الراجل اللي محبوس ده ليه اسره شايفه انه الدوله بتحاربها، فلازم ارجع للراجل ده اشوف هل هو ايديه ملوثه بدماء المصريين، ليه علاقه بتحريض
ما لهوش علاقه بالتحريض. طيب التلوث بدماء المصريين فقط بانه حمل السلاح؟ لا، ولا كمان انه هو وحرض 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 ودفع فلوس ونزل في مسيرات. احنا بنتكلم على التحقيقات اللي هو الخليه اللي طب ما هو دول يا استاذ يوسف اللي انت كنت بتقول عليهم عايز تعمل توافق معاهم. لا انا هقول لك حاجه، في اشخاص، لا انا عايز عايز اتبين الاول، في اشخاص تم القبض عليهم لا علاقه لهم بتنظيم الاخوان الارهابي، دول موجودين في السجون بدليل ان احنا عندنا لجنتين من العفو طلعت بعض هؤلاء الاشخاص، ولسه في لجنه ثالثه شغاله او قايمه ثالثه شغال. انا مش بتكلم في الافراج عن الاخوان، افرج على 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 ما محمد البلتاجي اللي كان بيحرض، افرج عن صفوة حجازي اللي كان حاطط سلاح اسرائيلي في في في, في فض رابعه. لا احنا ما بنتكلمش على القصه دي، لكن بنتكلم في قصه الاشخاص الذين تم القبض عليهم وهم لا علاقه لهم بجماعه الاخوان الارهابيه. ده نقول التوافق معاه. اي حد بقى انت متفق معاه؟ لا لا خالص، عمري ما اتفق على الكلام ده. انا هقول لك حاجه واحده، لا استنى بس عشان نبقى ماشيين مع بعض. انا مديك على نهج. طيب خلينا اكمل بقى. اتفضل يا سيادة. بس خلينا نمشي على نهج مظبوط. انت تكلمني بقى امن، اكلمك امن. هل تعلم ان الكوادر الظاهره لدينا قدام الشاشات ان ده بلتاجي وده وده، دي كوادر اللي هي على السطح على المشاهده بنشوفها وكنا نسمع اسمائها، لكن في كوادر سريه ولا يسر يعرفها ولا علي يعرفها ولا حد يعرفها. هذه الكوادر السريه هي الدايركتور، هي التي تعطي الاوامر، هي التي تشغل حاليا دلوقتي اللي احنا بنقول عليهم ايديهم ولا ملوثه ولا ايديهم فيها اي حاجه. فضل الكوادر معروفه يا سياده اللواء، عندكم في قطاع معلوماتي جوه الامن الوطني معروف ان هو الكادر الاداري موجود والكادر المالي موجود، جوه التنظيم موجود ومعروف، في اجهزه معلوماتيه موجوده وعارفه التنظيمات في قريه جوه قريه موجود. هقول لك حاجه، موجود التنظيم الاداري اهل مكه ادرى بشعبها، وانا بتحدث عن حاجه نعرفها. انت راجل في الصحافه اكيد تعرف في الصحافه اكتر مني. طيب. لكن ارجو لو بحكم وبحكم متابعتي اعرف انه في هياكل اداريه موجوده. يعني انا بس بكلمك كلام يعني اللي هو من الاخر علشان وقتي بينفذ. انا بقول ان احنا في كوادر سريه ولا حد عنده معلومات عنها، لكن مع الشغل ممكن يظهر لنا معلومات عنها. بدليل ان احنا الكوادر الاداريه تم ضربها في اكثر من محافظه، وبتنشا كوادر اخرى هي اللي طلعت عندنا مثلا بقضيه اسمها تفعيل الازمات، كوادر سريه. الكلام ده مش بقوله من عندي، ده كلام شغل شرطه مش كلام صحافه. اكثر من ذلك، احنا عندنا ناس بنشوف في النوادي، خش اي نادي وهتلاقي فيه كتير جدا جدا يبتدي يسب ويشتم في البلد وكده، ويقول لك فينك يا مرسي، تعمل ايه مع الناس دي؟ نادي موجودين بكثره. طبعا وموجودين، واحنا عندنا عارفينهم، بنشوفهم في المواقع الالكترونيه، بنشوفهم كتير جدا. دول عايز اجيبهم بقى لاسامه الازهري اقول له تعالى والنبي اقعد مع الناس دي شويه علشان الناس دي هتبقى حلوه قوي بعد كده. دول اعداء وطن، دول اخطر من اللي معاهم سلاح. واسمع الكلام، بتعمل معاهم بايه؟ تعمل معاهم ان انا اخصيهم من المجتمع، هيبقوا موجودين عشان احبسهم. لكن انت ما ينفعش اخش معاك في اي مجال سياسي، ما ينفعش اتعامل معاك وتبقى حاطط عينيك كويس عليه، لان ولا ينفع ان هو يخش كليه شرطه. اسمع اللي بقوله لك بس. انا عايز بس انا كلمتين عايز اقولهم لك عشان انقل على النقطه دي. في جمل مباشره الى الدوله المصريه. لا انا هقول لك جمله واحده، الكلام من الدوله المصريه وكمان المصريه. انا هقول لك حاجه انا سمعت ليها من اخي يسر ايضا، ان احنا ان قضيه الشرطه بتقوم على المنع الجريمه قبل وقوعها او ضبط الجناء بعد الجريمه تحدث. هقول لك رقم، والرقم ده انا متاكد منه يا سيدي. الاعمال الشرطيه التي تتم على ارض الواقع تتلخص من الاحصاء بالنسبه لنا 52% ضبط مباشر لجرائم كانت هتحدث من خلايا كانت موجوده وكانت هتعمل شغل واتمنعت. 52% من اللي كان هيحدث بيتم ضبطه. وعندك 42.3 ده احصاء، 42.3 يتم منعه من حدوثه نتيجه التواجد الشرطي. يعني يلاقوا كمين ما يكملوش الشغل. مجموعهم بالظبط 94.3% نسبه المنع. 94%؟ في المية من الإرهاب نسبة المنع،
والذي يحدث إليك. أنا مش إليك متخصص عشان أقدر أفتي. أنا بقول لك بقى، أنا بقول لك ده أناليسيس، دي إحصائيات تتم في جهاز عندنا يقوم هذه الإحصائيات. الذي يتم حدوثه بعدين يتم ضبط الجناة بعد الحدوث الجريمة الذي يمثل 5.3% اللي بيحصل منها التفجيرات اللي بتحدث ليه. هذا ما نتمنى، ما نتمنى ان يحصل 100%. طبعا 100% يكون صعب للغايه، ما فيش حد في العالم حد بيعمل كده، ولكن مش عايزين نشوف تاني دماء في بلدنا. ربنا يحمي بلدنا ان شاء الله. لا نملك الا الدعاء بقى بصراحه. سياده اللواء اشرف امين مساعد وزير الداخليه الاطباق، شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا. وكنا نتمنى تكون معانا من الاول. ف انا سعيد ان شاء الله لو قامت زي معاك كمال. تسلم، ربنا يعزك. كمان الكاتب الصحفي أنا الاستاذ، عندي تعقيب صغير بس انا وقتي على خلص على تحفظ بس على كلام صحافه، على كلام صحافه لسياده اللواء. انا هقول له رقم وزاره الداخليه قعدت سنه ونص كل يوم تبعت بيان. النهاردة الصبح قبضنا على 58 كادر إخواني، 65 كادر إخواني، 85 كادر إخواني. إذن كل الكوادر الإخوانية اللي موجودة سواء إدارية هيكلية تم القبض عليها. أنا ماليش دعوة بالإحصائيات اللي بتقول 94% و95% نسبة الضعف، نسبة المنع. أنا أتمنى أن تكون 99.9% نسبة المنع، عشان ما يسقطش النهاردة مستشار في حادث ولا مسلم ولا مسيحي ولا أي مصري. أنا بشاركك التمني بالتأكيد. شرفتني يا أستاذ يوسف. شكرك شكرا جزيلا. وكمان الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، بشكركم شكرا جزيلا على حبيبي. هذه تحياتي كمال ماضي، في أمان الله.